يا كاتب النعوات لا تغلق الصفحات، فعلاء فارس وجورج وفادي سركيس ارتقوا شهداء جدد، ضحية السلاح المتفلت والأمن غير الممسوك. رئيس بلدية كفتون مايك فارس والد الضحية علاء تحدث لصوت بيروت انترناشونال عن تخاذل القوى الأمنية في أداء مهامها في حفظ الأمن في المنطقة، وشدد على ضرورة تسيير دوليات ليلية لضبط الوضع. نحن بالنسبة لنا قوى أمن الداخلي غير موجود، حتى لو موجود بالهرية بعد 12 كيلومتر أو 13 كيلومتر، لأنه بالتلفل يا بيكون عن يتسلى هو حدا على التليفون، أو ما عنده عناصر بيقول لك ما عندي حدا يطلع. بس إذا دورية بناء دغري بتحضر دورية البناء، معلش أنا بدي شبرح حكي وبدي أحكي وبدي فشل ببطني، خليها توصل. إذا وزير الداخلية عن يسمع، إذا واحد عن يحط شويل سيمنتو، صار في دورية معلومات استقصى من داخلي، كله موجود، كله بيحضر بالساعة. بس إذا في ثلاث قتلة بالأرض من 10 و25 دقيقة ل12:30 تتوصل الدورية، وبيصيروا بدهم يتنمردوا على الأهل. يعني أنا امبارح بحكي عن حالي، لو ما أعصابي تكون تلج يمكن كان صار مشكل أنا وياهم، لأنه بيبقى الواحد ابنه بالأرض وهن قاعدين عني. فما بعرف، نحن صرنا مناشدين وزير الداخلية كذا مرة وقيادة الجيش، وأنه منطقة فيلتي بحدود 30 كيلومتر من تنورين، في مغفر براس تنورين وفي مغفر بالهري تحت، والباقي ما في حدا. المعلومات الأمنية أفادت بأن هوية الفاعلين لا تزال مجهولة، لكن حسب ما أفاد فارس أن هناك احتمال تنفيذ مخطط أمني في الكورة. كان في شخصية سياسية موجودة جاية على المنطقة، الله يستر ما يكونوا كانوا مراقبين وتفاجئوا بشبابنا وطلعت براس شبابنا، وممكن تكون كانت فتنة، لأنه هديك ضد سياسة الضيعة وسياسة المنطقة، يكونوا عن يجربوا يخلقوا فتنة ونحن جسمنا لبيس دغري بيلبسونا الموضوع. إذا الدولة بدأنا نعمل أمن ذاتي بنبقى نشوف، إذا الدولة بدأت تتابع وتشتغل مظبوط وتوصلنا لحقنا، نحن مع الدولة تحت سقف الدولة وتحت سقف القانون، وما قدروا وصلونا طالبين منا أمن ذاتي، ساعتها بنبقى كل حادث له حديث.